ظلمي الحداوي تمريرة عند عزيز أول زاوية في اللقاء لصالح المنتخب المغربي. اللي غيقضي في الزاوية هو خالد الأبيض تحمل رقم 11. الحكم تيطلب من المصورين باش يخليو شيء من المتسع من المكان. هدف خالد البياض ولكن تتصدى لها الدفاع الظلمي. خالد البياض ما خرجتش الكره عن الشرط واخيرا تبدا الكره اذا الشرط لصالح المنتخب المصري. الشرط هو شوقي غريب علي شحاته خرجت كره عن الشرط والحكم بالفعل دخل الشرط غينفذو لمريس المدافع الايسر لمريس سينا ويحيوي ظلمي عزيز ظلمي عزيز ممتازة وتدخل من احد العناصر والحكم يتدخل ايضا وضربة خطا لصالح المنتخب المغربي. تلاحظوا واحد الحراسة مشددة مضروبة على كريمو من طرف حمادة صدقي رقم 5. عزيز عند كريمو ولكن تدخل احد المدافعين تمشي عند مجدي عبد الغني كريمو لمريس ولكن ضاعت الكره. بوحيوي حداوي ابراهيم يوسف جمال عبد الحميد والحكم يعلن على خطا ضد لمريس. نفذ الخطا شوقي غريب مره اخرى عند شوقي غريب علي شحاته علي شحاتة الوراء عن إكرامي أحمد. بوحيوي اللي في الظل يخلي الكرات تغادر الملعب إذا ضربة مرمى. ظلمي لمريس تيمومي تيمومي عند كريمو تمكن من الكرة كريمو حداوي حسينة بويحيوي ظلمي حسينة هنا تعوض اللاعب بياز اللي تغيب عن هذا اللقاء بسبب ان بياز عنده انذارين. بوحيوي طريقه ممتازه لحساسات الاعداء الفريق الوطني المغربي بحثا عن ثغره في الدفاع ديال المنتخب المصري. الحداوي ممتاز الحداوي ظلمي ظلمي كريمو ابراهيم يوسف ظلمي لمريس حسينه عزيز اتجاه كريمو ما كاينش شروط وقد فاول لكن قضية تتسرع بعد شيء كريمو تتمشي فوق المرمى ديال الحارس اكرامي حارس مرمى المنتخب المصري. هذه اول محاولة منسقة تقوم بها المنتخب المغربي منذ انطلاق اللقاء وبالضبط اللي مر عليه 4 ديال الدقائق. كرمي نفذ ضربة مرمى
حسينة تيمومي بيدان ظلمي ظلمي دائما تبحث عن احد الاصدقاء في اتجاه بيدان وتمس شرط لصالح المنتخب المصري. أشير لأنه فريقان في حالة تعادل أي نهاية المباراة تعادل صفر مثلي فقد تكون أشواط إضافية عكس المنافسات ديال كأس إفريقيا للأمم التي تكون مباشرة اللجوء إلى ضربات جزاء. غنفذ الخطأ هو مجدي عبد الغني رقم 9 إن كان تيحمل رقم 9 فهو تيلعب في وسط الميدان. حسينة شوقي غريب رقم 12 هذا اللي هو طاهر أبو زيد وقذفة ولكن سهولة تدخل الحارس الزكي. حسينة عند الزكي لمريز ظلمي كريمو ظلمي تيمومي كريمو فالمعترك خرج ممتاز وزاوية الزاوية الثانية للمنتخب المغربي في الوقت اللي كان كاد يخدع الحارس ديالو اللاعب حمادة صدقي. فات الزاوية وحسينة ولكن الدفاع تدخل بوحيوي ظلمي والشرط في الشرط هو ظلمي تيمومي وخطأ ربما يكون أول إنذار مثل أول إنذار في اللقاء توجه لمجدي عبد الغني. لا داعي للخشونة وإلا ستقصى ذلك ما أشار به حكم المقابلة اللي هو السيد بدر سيني حكم هذا اللقاء اللي هو من السنغال والتي تساعده كل من بول بيريرا والشيخ فال. تيمومي وغن في الخطا عند كريمو واكرم اكرامي عند شوقي غريب شوقي غريب وكان بالقرب منه اكرامي اللي سلم ليه الكره. تلاحظوا ان المنتخب المغربي تطبق حراسة في الدفاع ديال المنتخب المصري وذلك لتكسر كل محاولات الاقتراب من مرمى الحارس الزكي. ظلمي ولكن ضاعت لي كرة مشات عند جمال عبد الحميد جمال عبد الحميد عند اللاعب ايمن يونس وعزيز يدخل وتحول الكرة للشرط. هذا عزيز رقم 8 عزيز بودربلا من العناصر المحترفة بسويسرا. الكرة ما خرجاش خالد الابيض بوحيوي ظلمي لمريس تيمومي. تلاحظوا ان كل عناصر ديال المنتخب المصري تدافع كلهم في المعترك ديال المنتخب المصري كريمو ولكن ما تمكنش من الكره والشرط.
هذا رقم 5 حمادة صدقي، تلعب في قلب الدفاع بجانب إبراهيم يوسف، علي شحاتة، وخطأ ضد حسينة، شوقي غريب، شوقي غريب، وضربة مرمى، بالفعل ضربة مرمى لكون آخر من لمس الكرة هو شوقي غريب من مصر. بدان ظلمي، حداوي، تيمومي، لمريز، بوحيوي، بدان، تيمومي، وقدفة ولكن تمشي بعيدة، خالد البيض، خالد البيض داز على الخصم ديالو، ولكن مع الأسف أنه كان قريب من الشرط وضاعت الكرة، إذن ضربة مرمى للمنتخب المصري. هذا خالد البيض من أقدم عناصر في صفوف المنتخب المغربي. إكرامي وخطأ ضد طاهر أبو زيد، قلب هجوم المنتخب المصري. بوحيوي، ظلمي، بدان، بدان في اتجاه عزيز، ولكن هناك ربيع ياسين ما خرجاتش، عزيز ممتاز خذا الكرة، تمكن من الكرة وخرج في اتجاه كريمو، والحارس يتدخل وتبعد الكرة من منطقة الخطر. ظلمي، ظلمي عند تيمومي، تيمومي في اتجاه كريمو، 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 الحارس في وضع مع الأسف التمريرة تمشي عند مجدي عبد الغني اللي كان في المكان المناسب. كريمو تسرع في هذه التمريرة لأنه الحارس كان انهزم، وخطأ بالفعل، كان هناك خطأ لصالح المنتخب المغربي وبالضبط لصالح عزيز، لأنه الخصم كان رفع الرجل ديالو أكثر من اللازم، تعمد في هذا التدخل ضرب اللاعب عزيز. ينفخ خطأ، حداوي، قذفة قوية ولكن تختطم بطاهر أبو زيد. ظلمي، عزيز، بدان، ظلمي، تمشي عند طاهر أبو زيد، الوراء لإكرم، علي شحاتة، شوقي غريب عند اللاعب جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد، ضاعت لي تيمومي، تيمومي، حداوي، حداوي عند عزيز، تيمومي، ولكن كان شوقي غريب في المكان المناسب ودخل في الكرة من تيمومي. هجوم مضاد للمنتخب المصري، طاهر أبو زيد مرة أخرى، الكرة عن طاهر أبو زيد رقم 12، والظلمي تدخل ببراعة، حداوي ولكن ضاعت لي الكرة، بوحيوي، عزيز، بدان، تيمومي، تيمومي في اتجاه كريمو، خالد البيض،
وشرود يشير الحكم. نفذ الشرود إبراهيم يوسف. ومرة أخرى الكرة عند إكرامي حارس مرمى المنتخب المصري. بدان كرة كانت ذهبية ديالو عماد سليمان. حسينة بويحيوي تيمومي عزيز بعث لي كرة. جمال عبد الحميد ظلمي تدخل عند المريس اللي سلم الكرة عند الحارس الزكي المريس. ظلمي تيمومي ضاعت الكرة لتيمومي تمشي عن طار أبو زيد وسلمها لعماد سليمان. دوره سلمها الربيع ياسين. مرة أخرى عند ربيع ياسين. أيمن يونس ربيع ياسين اللي خرج المريس الحارس الزكي. حداوي حداوي دائما غادي بالكرة بغا يدوز على الخصم ولكن تضيع له الكرة. خالد الابيض ظلمي بيدان. خالد الابيض ظلمي حسينة بوحيوي بيدان حسينة تيمومي. حد الحراسة مشددة مضروبة على كل عنصر من عناصر المنتخب الوطني. كل لاعب إلا وتتوجد لاعب آخر كالظل ديالو تتحرك معاه أينما تحرك. كريمو لخراج وإكرم بكل سهولة. شوقي طاهر أبو زيد عند جمال عبد الحميد. وكان هناك شروط ديال عماد سليمان وبالفعل الحكم كان دخل. هذا هو عماد سليمان اللي تشاهدوا على الصورة الجناح الأيسر للمنتخب المصري. عزيز ظلمي تيمومي كريمو والشرط الشرط لصالح المنتخب المغربي. حسينة وتمريرة ضائعة ولكن تمشي عند أخيرا عند إكرم. جمال عبد الحميد شوقي غريب والظلمي كيدخل شي كرة عند البوحيوي. بدان ظلمي عزيز بدان ظلمي ظلمي في اتجاه خالد البيض ولكن تمشي كرة ضائعة. هجوم الآن للمنتخب المصري. ربيع ياسين عماد سليمان
شوقي غريب ولكن تدخل لمريس وتمريره ضائعه من علي شحاته تمشي عند الزكي البويحيوي ظلمي تيمومي عزيز عند حسينة ظلمي دون اتجاه براس إبراهيم يوسف عزيز ضربة خطأ يغنف الخطأ هو البوحيوي بيدان عزيز بعيد على التيمومي بيدان تيمومي لمريس ظلمي غير اتجاه تيمومي ولكن كان هناك خطأ ضد تيمومي لصالح علي شحاتة هذا اللاعب تيمومي نفذ الخطأ كان هناك خطأ لأنه عماد سليمان دفع من الخلف بدان بالفعل الحكم لاحظ الخطأ لمريز تيمومي ظلمي وشوقي غريب صراع الكرة بين المريس ورقم 14 اللي هو جمال عبد الحميد وكرة في الشرط لصالح جمال عبد الحميد من 20 دقيقة من الشوط الأول النتيجة لا تزال هي التعادل 0-0 بين الفريقين نفذ الشرط وبعيدة عن مرمى الحارس الزكي التمريرة اللي قام بها علي شحاتة وعشرين دقيقة على الشوط الأول بين الفريق الوطني المغربي والفريق المصري دائما 0-0 بين الفريقين محاولة أخرى للفريق الوطني المغربي على الجهة اليسرى وكما تلاحظ أنه الفريق المغربي الآن تلعب على الجهة اليسرى مادام أن هناك تكتل كبير ديال اللاعبين في وسط الميدان وهذه الخطة اللي بين الآن نهجها الفريق المصري وهي التكتل في وسط الميدان مادام أنه تعرف بأن القوة الكبيرة ديال الفريق الوطني المغربي تتكمن في التقنيات اللي تتوفر عليها اللاعبين ديال وسط الميدان شيء آخر تلاحظوه في خلال هذه 24 دقيقة اللي مرت الآن وهو الحراسة الفردية اللي يعني يمكن لي نقول بانها لحد ساعه خانقه اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي الشيء اللي تجعلنا نشوف ان كل كره تتمر ما بين المدافعين في حين ان الحراسه الفرديه على لاعبي وسط الميدان والخط الامامي تتعوق نوعا ما اللاعبين باش يتسلموا كرات ويتحكموا فيها على كل حال باقي امام الوقت الان 24 دقيقه و13 ثانيه دائما 0-0 الملاحظ هو ان الفريق المصري تيحاول ما امكن يلعب بنوع من الهدوء بدون تسرع وهذا شيء طبيعي يمكن غادي يكون مفيد بالنسبه له بعكس الفريق الوطني المغربي اللي لاحظين عليه ان هناك اندفاع وحماس كبير في الوصول الى شباك الحارس اكرامي محاولة اخرى ديال الفريق الوطني المغربي التيمومي الحداوي غير الاتجاه ممتازة عند خالد البيض باش يتمكن من الكرة بالفعل تمكن من الكرة مرارة في اتجاه كريمو ولكن كان هناك فقط المدافع الاوسط مرة اخرى الكرة في اتجاه الشرط لفائدة الفريق الوطني المغربي شيء طبيعي ان المحاولات ولو دائما تجي من الاجنحه او عن طريق القذف من بعيد ما دام ان هناك تكتل كبير يعني لا شفنا شي لاعب يعني تكثر في المراوغات فهذا راه فشي ماشي حب في المراوغات ولكن فقط لانه تيوجد جميع الاصدقاء ديالو يعني مضيقين عليهم الخناق فهذا هو الشيء اللي تيجعلهم محاوله اخرى عند عزيز يقذف ولكن الحارس
الحارس كان في المكان المناسب واستطاع باش يخبط الكره. هذا عزيز بودربالة. قلت بانه الا كان شي لاعب من الفريق الوطني المغربي تكتم نوعا ما في المراوغات فهذا ماشي رغبه في المراوغات، لان هذه مقابله ماشي ديال كل يبين الفنيه اللي عنده، ولكن هذا فقط راجع لان قلت كما سبق الذكر ان الحراسه الفرديه تترغب على اللاعب يحتفظ كثير بالكره ريتما يوجد يعني صديق يعني في مكان مناسب ويكون متخلص نوعا ما من الحراسه الفرديه اللي مشكلينها اللاعبين ديال الفريق المصري بدون استثناء. اقول بدون استثناء حتى ان قلب الهجوم كما تلاحظوا فكل لاعبين في المعترك ديال فريق المصري. عشرين دقيقة دائما صفر لمثل بين الفريقين. يمكن نقول بأنه تحت فرصة واحدة للفريق الوطني المغربي بواسطة كريمو، إلا أنه نوعا ما تسرع في القذف أو أن التهيئ ديال الكرة كان تشجع اللاعب باش يقذف. الظلمي سوء تفاهم مع الحداوي حسينة في صراع مع طاهر أبو زيد هداف البطولة الإفريقية الأخيرة اللي ما لعبش المقابلة ديال الذهب. انذار اخر لاحد اللاعبين من الفريق المصري لانه احتج على قرار الحكم واظنه ابراهيم يوسف الذي يعتبر نجم ديال الكرة في مصر، ما لعبش ايضا المقابلة ديال الذهب بسبب التوعك اللي كان حصل له. إذن الخطأ اللي غينفذه هو إبراهيم يوسف. الظهير الأيسر الرابع ياسين عند رقم 14 جمال عبد الحميد في الجهة اليسرى، مشى في الجهة اليسرى نوعا ما خطيرة التمريرة، ولكن البويحيوي ضربت فيه الكرة وخرجت الزاوية. أول زاوية للفريق المصري خلال هذا الشوط. هذا عماد سليمان هو اللي غادي يقذف. الكرة كانت خطيرة نوعا ما، وأخيرا تيجي مجدي عبد الغني بتوجه له هو الآخر إنذار وقذف قذفة فقط للتخلص من الكرة. إذا ضربة مرمى لفائدة الفريق الوطني المغربي. كما تلاحظوا فكاين هناك فراغ في نصف الميدان ديال الفريق الوطني المغربي، وهذا راجع للخطه الدفاعيه الصرفه اللي تنهجها الفريق المصري. تمريرة في اتجاه بيدان مشى لها الحداوي، دخل المدافع الايسر الرابع ياسين في صراع الكره مع الحداوي، والحكم تيعلن على ضربه خطا ضد الحداوي. لا يقذف الخطا هو حماده صدقي. يمكن القول بان اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي لحد الساعه مازال ما وجدوش الايقاع اللي يمكن لهم يسيروا عليه المباراه، وهذا راجع بالاساس لانهم مازال ما وصلوش للشباك ديال الحارس اكرامي. يمكن ان اصابه يعني تحررهم من ذاك العقده ديال الحراسه الفرديه اللي الان هما تحت الضغط ديالها من طرف اللاعبين ديال الفريق المصري. الحداوي الدرمي بدال في الجهه اليمنى تسلم الكره، ولكن اللي كان اسرع هو عماد سليمان والشرط لفائده الفريق المصري. تنفذ الشرط. محاوله وضربه خطا ضد حسينه. يمكن القول بان الفريق الوطني المغربي يعني الان توجه انذار لحسينه. الفريق المغربي يقول بانه
نزل بكل الثقل ديالو امام المرمى ديال اكرامي، وهذا هو الشيء اللي تيجعل المحاوله المضاده ديال الفريق المصري المحاوله الجماعيه تكتسي نوع من الخطوره خصوصا في وسط الميدان. لحد الساعه ما كانتش هناك شي فرصه للفريق المصري، ولكن على الاقل كاين هناك اللي تتكون سريعه. غادي يتقذف الخطا، قطفه قويه ضربات في الراس ديال البوحيوي وخرجت للزاويه. اللي قذف هو طارق ابو زيد اللي تمتاز بقذفات قويه خصوصا بالرجل اليسرى. ضربة الزاوية الثانية، الكرة عالية، الزكي ولكن دخل فيه أحد اللاعبين، الحكم على ضربة خطأ كانت واضحة. أيمن يوسف رقم 16 هو الآخر سقط. تنعرفش واش حصل له توعك أو فقط لربح الوقت. الحكم تيطلب من اللاعبين باش يستأنفوا المباراة مادام أنه تبين أنه فقط كان تهدف باش يضيع الوقت. تنفذ خطأ، كرة عند بيدان اللي مسات الكرة، ما تحكمش في الكرة ديالو في أول وهلة، ضربته في الدو أمام أعين الحكم اللي أعلن على ضربة خطأ مباشرة. 32 دقيقة، دائما الصفر لمثله بين الفريق الوطني المغربي والفريق المصري في لقاء الإياب برسم إقصائية كأس العالم. محاولة ممتازة والحكم تيعلن على ضربة جزاء، يمكن نلاحظوا الإعادة الآن ديال هذه العملية. ضربة خطأ تفدات بطريقة ذكية وبدان عرقل أظن اللاعب جمال عبد الحميد. ضربة جزاء، تجي في الدقيقة 33. أظن بأن اللي يقذف هو جمال عبد الحميد. شروط ديال اللاعب الذي يعذر الجزاء، وقع انه مرينا بظروف حرجه، هذا هو الواقع. تيمومي، يمكن هذه الاضاعه ديال ضربه الجزاء من طرف الفريق المصري يكون وقعها على اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي وكذا على الفريق المصري ايضا. ضربه خطا لفائده الفريق الوطني المغربي وانذار شفوي. لاحظنا قبل لحظات الإعادة من وضعية ثانية. اللي غادي يقذف هو المريس، قطفة عالية في اتجاه كريمو وحسينة، ضربة في حسينة، أخيرا دخل اللاعب حمادة صدقي وتيبعد الكرة.
واخيرا الشوط لفائدة الفريق المصري. شرط الكرة عند فريق الوطن المغربي، تمريرة في اتجاه كريمو، كريمو ما تمكنش من الكرة. 10 ديال الدقائق على نهاية الشوط الأول، حكم توجه إنذار آخر لأظن شوقي غريب لأنه تعمد باش يضيع الوقت بالأيمن يوسف. إنذار ثالث مرة أخرى، الحكم تيطلب من اللاعبين باش ينفذوا الخطأ من المكان اللي ترتكب فيه. الحداوي، الحداوي مرر في اتجاه كريمو، تصدى الكرة احد المدافعين، عماد سليمان الجناح الايسر اللي اصبح هو ايضا مدافع، بغى يضرب الكرة في اللاعب بيدان ولكن مشات لعند الحداوي، الحداوي في اتجاه عزيز، عزيز خلال تيمو ميتيمو اللي يقدم ارضية، اصابة اصابة العظمة، هذا هو الواقع، تيمو مي تسجل اصابة من بعد حوالي 30 متر. نعاود نشوفوا هذه الإصابة، هذه يا سلام على إصابة ديال التيمومي، إصابة ديال العظمة، هذا هو الواقع. عزيز والتيمومي من بعد حوالي 30 متر ما تخلي أي حد في الركن الأيمن لمرمى الحارس إكرامي. أخرى الزميل عبد الرزاق برقاش يعاود له هذه الإصابة اللي في الواقع كانت أحسن وأحسن وأجمل ما كان في هذه المباراة. قذفة قوية أرضية، يعني من القذفات اللي الواقع نادرا ما تنشاهدها. لاحظوا عزيز في الوقت اللي شاف تيمومي جاي خلى قذف وقذفة يعني صاروخية، هذا هو الواقع في شباك الحارس إكرامي. 1-0 لفائدة الفريق الوطني المغربي، الإصابة اللي تسجلت في الدقة 37، إصابة اللي يمكن تخلي اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي كما سبق الذكر يتحرروا من ذاك الضيق اللي مشكلينه اللاعبين ديال الفريق المصري من طرف عن طريق الحراسة الفردية. ممتاز تيمومي عند الحدا ولكن كانت بعيدة عليه شوية. إذا اللاعبين ديال الفريق المصري الآن غادي يحاولوا ما أمكن يوصلوا يقوموا بحملات، يعني هما اللي يبادروا الوصول إلى مرمى ديال الحارس الزكي، وهذا هو الشيء اللي غادي يحرر اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي ويجعلهم يقوموا بمحاولات مضادة وحملات ممتازة. 1-0 لفائدة الفريق المغربي، 38 دقيقة على الشوط الأول، إصابة ديال تيمومي في الدقة 37. تيمومي ظلمي، بوحيوي، زكي، زكي بيدور عند ظلمي، بيدان، اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي تيحاولوا يحتفظوا بالكره في امام المرمى ديال الزكي، وهذا فقط باش يجلبوا اللاعبين ديال الفريق المصري باش ما يبقاوش متكتلين في المعسكر ديال الحارس اكرامي. كريمو، المريس، عزيز ينادي على الكره في الجهه اليسرى، مر عند كريمو، كريمو ضاعت ليه ولكن مشات عند التيمومي، تيمومي للظلمي، الظلمي خلاها لبيدان، بيدان رجع الكرة لورا. خمسة ديال الدقائق على نهاية الشوط الأول، 1-0 لفائدة الفريق الوطني المغربي. الحداوي، الحداوي، الحداوي تشوف لمن غيمرر في اتجاه عزيز، مشى لها كريمو، عزيز هو اللي وصل الكره في عجل المريس ولكن سبق الكره جمال عبد الحميد،
اصبح هجوم مضاد ديال الفريق المصري. كره عند ايمن يونس، رابع ياسين، خدا لهم الكره الظلمي، الظلمي عند عزيز الحداوي في الجهه اليسرى، بالفعل تسلم الكره الحداوي شي مراوغه من المراوغات ديالو، بالفعل بغى يقذف ولكن ضايقوا المدافع الايمن اللي هو علي شحاته، انتقلت الكره للفريق المصري. طاهر ابو زيد، مراوغه ممتازه ديال طاهر ابو زيد، الحكم تيعلن على خطا ضد المريس. طاهر ابو زيد ما عرفتوش علاش يعني تيتصرف هذا التصرف مع المريس، لانه هذه هي الكره ضروري انه كاين تدخلات قويه، يعني ما ارتكبش شي خطا اللي زعما يعني يستحق عليه هذه النرفزه. دقيقة نفد خطأ مشات عند المريس، المريس لعند الحداوي، الحداوي باتجاه خالد البياض، ولكن سبقوه ابراهيم يوسف، كملها بعيدة على المعترك، دخل الحارس وتيبعد الكرة للشرق. تيمومي، تيمومي عند الدرمي، الدرمي عزيز كمش في الكره، مشات عند المدافع الايسر اللي هو ربيع ياسين، ربيع ياسين مشات لعند مجدي عبد الغني، خدا له كره تيمومي وراوغ احد اللاعبين عزيز، عزيز تعطر ولكن مع ذلك دخل خدا الكره وضربه خطا. هذو الضربات الخطا اللي يعني تيصلحوا اللاعب تيقذف بالرجل اليسرى، اعتقد اللي غادي يقذف هو التيمومي، مادام انه تيقذف قذفات يعني مركزه ما تتكونش قويه، ولكن يعني طريقه باش تقدر تكون يعني اكثر من القوه ديال القذف. غادي يقذف صوره من وضعيه اخرى تبين الحائط اللي مشكلو الدفاع ديال الفريق المصري. تيمومي او عزيز، الحكم عطى الاشاره، تيمومي عند عزيز ممتازه، ولكن الحكم تيطلب باش تعاود تنفذ ضربه خطا، ما عرفتش علاش. مع ذلك الحكم سبق وعلن بانه ما تقدر في ضربه خطا حتى يعطي الاشاره ديالو. اذا تنظن بان اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي غادي يغيروا هذه العمليه مادام انها تعرفت الان. تيمومي قذف ضربات واحد اللاعبين، مشات عند كريمو، مجدي عبد الغني فقط بعد الكرة اتجاه طاهر ابو زيد. شوقي غريب، شوقي غريب غير الاتجاه، ما تخرج للشرط، لا ما خرجتش، تمكن من عماد سليمان. شوقي غريب خدا الكرة، تيمومي، تيمومي في اتجاه عزيز، عزيز في وسط ثلاثة ديال اللاعبين، ولكن سبقوا مجدي عبد الغني من الخلف ودفعوا الكرة. ده انذار، يعني انذار تلقاه عزيز، يعني خطا ديال عزيز هذا هو الواقع، يعني انه تدخل اللاعب مجدي عبد الغني، يمكن ان عزيز تلقى شي ضربه من عند مجدي عبد الغني، ولكن ما كانش يدخل عند الحكم لانه دابا خدا انذار هكاك، يعني كان يمكن له يتفاداه. دقيقة على نهاية الشوط الأول، 1-0 لفائدة الفريق الوطني المغربي. الإصابة ديال التيمومي في الدقة 37، محاولة الفريق المصري، تمير عالية حسينة، ولكن كانت تكون خطيرة لو تمكن من الكرة طاهر أبو زيد اللي كان في الخلف، ما كانتش عليه حراسة يعني قريبة. وفات اثناء تعليق الحكم على نهايه الشوط الاول بين الفريق الوطني المغربي والفريق المصري بفوز الفريق الوطني المغربي باصابه واحده للصفر، الاصابه ديال التيمومي في الدقيقه 37.